طبعا من بغداد ننتقل سوية إلى البصرة. طبعا بالبصرة راح نتحدث أو ممكن راح نشاهد خلال هذا التقرير، حيث قدمت أحد الفرق التطوعية المختصة بمرض السرطان بالتعاون والتنسيق مع شركة المنتوجات النفطية بمنح مساعدات مالية إلى المواطنين المصابين بالسرطان في ظل ازدياد عدد الإصابة التي سجلتها المحافظة ب2000 حالة سنوية. طبعا هذه تعتبر أرقام جدا عالية، خصوصا 2000 حالة سنويا. هذا الموضوع لابد من أنه نتجه ونحول الأنظار باتجاهها لمساعدة المرضى السرطان، وبنفس الوقت قدر المستطاع أنه إحنا نحاول أن نحد من هذا الموضوع. خلينا نشاهد هذا التقرير وبالتأكيد لنا حديث عنه. مع التزايد الكبير في عدد المصابين بالسرطان، بادرت إحدى الفرق الإنسانية المختصة بالسرطان بالتعاون والتنسيق مع شركة المنتوجات النفطية بتقديم منحة مالية إلى المواطنين المصابين بالأمراض السرطانية في المدينة. منح مالية مقدمة من شركة توزيع المنتوجات النفطية بالتنسيق مع فريق محاربي السرطان، حدود تقريبا 415 طفل، تقريبا مبالغ 215 مليون، لكل طفل 500,000 دينار. ان شاء الله احنا مستمرين بالدعم لاطفال مرضى السرطان. حقيقه احنا فريق مختص باطفال مرضى السرطان، من عمليات، من منح ماليه، من علاجات، كل شيء جاي نوفره لهم. جزاهم الله خير الشركه، شركه توزيع المنتجات النفطيه اليوم قدمت لنا هاي المنح، وان شاء الله مستمرين تقديم اكثر لاطفال مرضى السرطان. توزيع الدعم المالي على العوائل والاطفال المصابه بالامراض السرطانيه، تم توزيع اكثر من 400 مساعده لهذا الوقت. إن شاء الله نتمنى المزيد من المبادرات والعطاء. ذوي المصابين بالسرطان أثنوا على هذه المبادرة ومطالبين الجهات المعنية بتوفير العلاجات والاهتمام أكثر في هذه الشريحة. الشكر لهم والتقدير اللي بادروا بهاي المبادرة الحلوة، بس إحنا رايدين بعد همين من الحكومة من جهات أخرى يعني تدعم أطفال مرضى السرطان، لأنهم معاناتهم هواي وتعبوا هواي، وهذا المرض يعني أخذ هواي ناس، بس احنا جايين نكافح الحمد لله والشكر على كل حال. نشكر الفريق المرتقب وشركة المنتوجات النفطية على مساعدتها لمرضى السرطان، ومرضى السرطان تحتاج علاجات وتحتاج متابعة، ونطالب الحكومة بتوفير العلاجات لمرضى السرطان، لأن مرضى السرطان وبالذات البصرة يعني قاعد تنتشر بها حالات بالآلاف. على الرغم من توزيع هذه المنح المالية إلى مرضى السرطان، إلا أن الحاجة باتت ملحة من أجل إيجاد حل جذري لأسباب الإصابات التي سجلتها البصرة ب2000 حالة سنويا بحسب بيئة المدينة. لقناة سامراء الفضائية، ماجد الصقر، مدينة البصرة.